سلام، اليوم غنشارك معك واحدة من الأفكار اللي ممكن تخدم عليها في التجارة الإلكترونية، صناعة العطور. بروجي اللي واعر بزاف، تقدر تبدع وتبيع وتشري فيه مزيان. الفكرة قررت نشاركها معكم لجوج الأسباب. السبب الأول هو أنه ممكن أنك تبدأها بواحد رأس مال صغير، والحاجة الثانية هو أنه ممكن دير بها فلوس. وبطبيعة الحال شنو غادي نحتاج بالضبط إلا بغيت نصنع العطور؟ أول حاجة خاصك قراعي اللي يكونوا مختلين فيه في الأحجام بحال هادو اللي كتشوف دابا. ثاني حاجة خاصك هو واحد لانكول إيثانول ماشي ميثانول، لأن الميثانول كيقشل. ثالث حاجة خاصك هي إبرة. ورابع حاجة واللي مهمة بزاف وهي الروح ديال الريحة. قراعي كيتباعو مركزين وكاين اللي فورنيسور في كازا. هادو هما الأدوات اللي كتحتاج باش أنك كتصنع العطور. سهلة، كتشد الروح ديال الريحة كتحطها في دوك القراعي ديال الأحجام مختلفة، وبيان سور كتخلط بلانك. ودابا بصراحة راني بارطاجيت معاك غير كيفاش تصنع البرودوي. دابا أنا ندوي معاك في الدومين ديالي كيفاش تقدر تبيع البرودوي ديالك للناس. أول حاجة خاصك تخدم بروفيسيونيل، تصايب دي باج باش بريزونتي فيهم لي برودوي ديالك والخدمة ديالك بطريقة احترافية ديال بصح. تصايب واحد المتجر الكتروني وندوزو البرودوي اللي خص يكون بواحد القراعي اللي مستيلين وبواحد لومبالاج اللي غير يشوفو الكليان يجرو. غادي تحاول تعلم الادفيرتايزينغ بكاع الانواع ديالها وبالخدمة ديالها كوم الفو، وبيان سور تخدم لي كولابوراسيون مع الناس مختلفين، مشاهير والدراري والبنات اللي تيجي يكونوا عندهم واحد الاكونت انستغرام طالع، وطلق لي بوبليسيتي ديالك. بطبيعة الحال خصك دير واحد البري اللي يكون ريزونابل لجميع الناس. وهاد الفكره شاركتها معاك جوج الاسباب، لانه كاين الناس كيبغيو يديروا دي بارفان، يعني كاين سيبلاج في المارشي. والسبب الثاني هو انك ممكن تبداها بواحد الكابيتال اللي صغير. حاول ما امكن انك تخدم على الاقل الافكار بحال هكا باش تقدر تروج شي شويه وتحرك شي شويه الدعوه ودير الدراهم. الا ديجا مهتم بالاي كوميرس وباغي تخدمو مزيان قرا الديسكريبسيون لتحت. تهلا فراسك.